هسه زملائنا test your grammar، شرحنا لكم كم زمن. فهسه عندنا مجموعة من الجمل اللي أريد منكم إنه تفهمون وياي من هي الصح ومن هي الغلط. راح أحللكم أول وحدة وأخليكم تحلوا لي باقي الجمل بالتعليقات. شوفوا وياي، تقول لك look at the pairs of sentences which one is correct and why. تقول لك إنه إننا عندك نوعين من الجمل، من هي الصحيحة ومن هي الغلط. وإحنا نعتمد أول شيء حتى نعرف بداية شلون نميز بين الجمل، أول شيء لازم نباوع على التركيب، التركيب النحوي مالتها يعني syntactic structure مالتها، ونباوع على المعنى مالتها. فنشوفوا وياي النقطة، يعني النقطة الأولى they have a teenage son، لديهم مراهق، ولد مراهق. لكن شوف الثانية they are having a teenage son، يعني هم هسه ولد عندهم teenage son. فمن حقول لكم من هي الأصح راح تقولوا لي they have a teenage son. ليش؟ why؟ لأنه تركيب مال they are having وهاي خصوصا بهذا التركيب they are having a teenage son، معناها هسا ولد عندهم هذا الطفل. وماما اقول وشغلة مو منطقية انه الطفل ولد رأسا مراهق، فهيك اريدكم تفكرون بالفروقات حتى نعرف شنو الاستخدام الصحيح. بينما هي الجملة الاولى هي مضارع بسيط والثانية مضارع مستمر، فلهذا هنا الخلل بالاستخدام مال الزمن، يعني من نشيل المستمر ترجع الجملة صحيح. يلا ما يخاف راح أحل لكم الثانية she speaks five languages، she is speaking five languages، من هي الصحيحة؟ أكيد number one. ليش؟ إنها تتكلم خمس لغات، بينما الثانية she is speaking five languages، يعني بنفس اللحظة تقدر تحكي خمس لغات. يرهم ما يرهم؟ مو صحيح؟ فحلوا لي الباقيات بالتعليق مثل هاي الفروقات اللي سويناها.